السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذه وصفه خفيفه، غنصايب معكم واحد التحليه كما شفتوا هنا. تقريبا درت واحد الكاس لاروز ديال سنيده، غادي ندير معاه واحد الساشيه ديال الفاني، نكهه الفاني اولا اي نكهه نتوما كتفضلوا كديروها. واحد نص يطرو الحليبه البنات، خلطت هاد العناصر مزيان باش يذوب معايا داك السكر ونرجع معاه. المهم بنات، وغادي نحتاج هانتوما بعد ما درت الحليب والسنيده حسيت بهم ذابوا، دابا غنزيد تقريبا واحد 3 المعالق ديال المايزينا. نخلط البنات باش ما يكونوش ليا دوك الحبيبات، ضروري من التحريك، وغنديرهم فوق النار ونبقى نحرك. وهنايا البنات عندي هاد الماسكاربوني ديال الفغيز، حيت انا غنستعمل فيها التحليه غنستعمل الفغيز وغنستعمل الفرومبواز. المهم ها نتوما حبوباتي، بعد ما الخليط هكا تقال نتوما صافي، دابا غادي نطفي عليه النار وغادي نزيد هاد الماسكاربوني ونخلط مزيان تيتمزج. سمحولي نحل هاد الماسكاربوني ونرجع معاه. هانتوما البنات غادي نجيبو نضيفو، نتوما ضيفو الكمية اللي بغيتو شحال ما كان عندكم. كاش عندكم هاد الماسكاربوني ديرو أي فروماج. صافي غنبقى غداء لهاد الشكل حتى يتمزج ليا. انا غنضيف هذه كامله، سمحوا لي كاين الوليدات كيلعبوا دايرين الصداع. بعد غير كيتمزج ملي كديروه مع الخليط وهو سخون. المهم غنبقى نمزج فيه مزيان حتى يتمزج معايا مزيان وندوز معاكم المرحله الاخرى. هنا البنات كما شفتوا عندي الفريز، غادي نقطع الفريز وانتم اختاروا الشكل اللي بغيتوا تقطعوا به الفريز ديالكم. انا غندير غير هكا دوائر. وعندي الفرومبواز اللي غادي نحطه مباشره هكا على هذا الشكل. تندير الطبقه التحتانيه كامله هكا الفريز والفرومبواز. لهذا الشكل قطعوا، بغيتوا تقطعوا طريفات صغار راكم تقطعوا طريفات صغار. صافي دابا غندير واحد الطبقه ديال الكريمه فوق هاد الفغوي وغنزيد ثاني طبقه اخرى ديال فوقهم. على هاد الشكل البنات بعد ما تغطى غنزيد ثاني الطبقة الثانية. المهم نزيد الطبقه الثانيه ونرجع معكم باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم حبوباتي هانتوما خديتهم على هذا الشكل، دابا صافي غندخلهم للثلاجه يبردوا، ملي يبردوا غنخرجهم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم
وديك ساعه غنزيد عليهم شويه اللي بغى شويه العسل نزيدو من الفوق ولا اي صوص عندكم. المهم هذه هي النتيجه جات زوينه. نتوما تقدروا ديروا ورقات ديال النعناع، راني غنضيفهم هذا نديرهم في الثلاجه. المهم حبوباتي هانتوما بعد ما درتهم في الثلاجه بردو على هذا الشكل كيجيو رائعين يا البنات، واحد المذاق ما نقولش لكم. هانتوما هذه وحده راني تكلات من الفوق هنايا، هذا الصوص كديره فيها غير صوص ديال الكراميل، وهادو البنات هما هنايا خليتهم على هذا الشكل نوريهم لكم. وانتوما من الفوق اما تزيدوا عسال ولا تزيدوا داكشي اللي بغيتو. هانتوما البنات كيفاش كتجي، شفتوا بعد ما بردات واحد المذاق رائع يا البنات. هادو غير جربوهم وردوا عليا الخبار، غادي يعجبوكم بزاف بزاف، ويعني الطريقه ساهله باش تصاوبوهم وكيكونوا منعشين، يعني بحال كتقدموهم للسحور. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم بلي لايك، اللي باقي ما مشتركش يشترك في القناه وخلوا لي تعاليق كتحفيز. ورمضان كريم ان شاء الله، يدخل لكم الصحه والعافيه وطول العمر، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه اخرى جديده. باي باي.